وسهلا أحباء برنامج عالم الحيوان الجديد. تشاهدون اليوم مواجهات حتى الموت بين الأفاعي القاتلة والنمس وصراع الأسود وفرس النهر وغيرها من المواجهات المرعبة. أتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة، ولا تنسونا أحبائي في الاشتراك والإعجاب في هذا المقطع لنستمر في هذا النوع من المحتوى. والآن عزيزي المشاهد نبدأ العرض. تعيش أقوى المفترسات الشرسة فيما بينها وكونها أقتل أو تقتل. تستخدم هنا الحيوانات المفترسة تكتيكات ذكية للغاية بأسلحتها قاتلة بلا هواتة أو رحمة من أجل البقاء على قيد الحياة. كما أنها تستخدم آلاتها قاتلة بكل قوة رادعة لتكون الأقوى في المملكة البرية المفترسة. هنا يحلق في سماء مفترس طائر لا يعرف الخطأ في تحديد مكان الفريسة. إنه نصف قاتل ملك الطيران بلا منافس، فلما لا وهو من أكبر الطيور حجما ومسلح بمنقار حادا للغاية. نعم إنه سيد الطيور بما لديه من إمكانيات وصفات هائلة تميزه عن باقي الطيور، فإنه يطير لمسافات طويلة جدا بلا تعب أو إرهاق، وله قدرة على حمل فرائسه من الحيوانات الصغيرة ويطير بها في مشهد مذهل للغاية. ولديه حاسة شم متطورة يستطيع من خلالها تحديد مكان الفريسة بكل دقة. كما لديه نظرة حادة للغاية من مسافات بعيدة يحدد بها الهدف بكل دقة مسلة. وفي هذا المشهد المروع نشاهد النسر القاتل في مواجهة أذكى الحيوانات على الإطلاق، إنه الثعلب الماكر. وهنا يراقب هذا النسر أي فريسة محتملة، وفجأة يظهر هذا الثعلب وبكل دقة في الهبوط من أعلى والانتقاد على هذا الثعلب الماكر بمخارب حادة للغاية ومقار قوي للغاية. يتمكن من الإمساك بالثعلب ومبغاتته بكل شراسة، ولا يستطيع الثعلب الفرار من قبضة هذا القاتل. وينتهي الأمر، إنه قانون الغابة المتوحش، البقاء للأقوى لا قواعد ولا رحمة بين المفترسات. وهنا في هذا المشهد لا يكون رعب عن السابق، نرى الأفاعي المرعبة في مواجهة سنجاب شجاع ونمس قاتل في مشهد واحد تحبس لها الأنفاس. وتبدأ المعركة الغريبة بين السنجاب والأفاعي، والمفاجأة هنا يبدأ السنجاب بالهجوم على الأفاعي، والأفاعي هنا لا ترحم وتبدأ برد عليه سريعا بلزغات قاتلة. وهنا هذا السنجاب يترك الموقف مبكرا ويترك إنه مستحيل الفوز على هذا المرعب، وينسحب بكل مرونة وسرعة ويهرب من المعركة من أجل لك من الموت. ويظهر هنا هذا النمس القاتل المتمارس على هذه المعارك الشرسة مع الأفاعي، وتبدأ المعركة المرعبة هنا. ويبدأ النمس بالهجوم على الأفاعي قاتلة وبحركات دائرية وبمرونة هائلة. يراوغ هذا النمس الأفاعي بحركات سريعة من أجل معرفة الطريقة التي سوف يتبعها الأفاعي في الدفاع عن نفسها. وهنا تبدأ الأفاعي بالرد السريع ولدغ بسم قاتل، ولكن النمس هو محارب قديم ويمتلك من المونة والرشاقة. وهرب النمس من لدغات العديدة للأفاعي القاتلة، ويهاجم النمس هنا الأفاعي، ولكن الأفاعي تتمكن من عضه بقوة وينهزم هنا المحارب القديم في هذه المعركة. ولكن تبقى مواجهات أخرى قادمة بينهم لا محالة، وصاب التكهن بالفائز في المواجهة القادمة بين المفترسين. ونأتي هنا لمواجهة مرعبة حقا بين ملك البرية بلا منازع الأسود مع أقوى الحيوانات حجما وشراسة فرس النهر. ولكن لمعرفة من الأقوى يجب أن نعرف قوة الخصمين هنا. فالأسود هنا يمثل سيد هذه المنطقة الساخنة، ولكن هذا لا يعني إن حياتهم سهلة أو بدون مخاطر. تحكم الأسود المملكة البرية بقبضة من حديد، ولا يتجرأ أي مفترس آخر على استفزاز هذه الوحوش المفترسة أو حتى الاقتراب منها. هذه القطط العملاقة تهيمن تماما على هذه السهول، ولا يوجد حيوان مهما كان حجمه أو شراسته في مأمن من قطر هذه الوحوش المفترسة. قوة الأسود في العمل الجماعي، فعند الصيد تنطلق زمرة الأسود وعلى رأسها اللبوات
نحو هدفهم التي تم تحديده بدقة، وتوازن الناس المهام فيما بينها بتنسيق مذهل تتفوق به على أغلب الحيوانات المفترسة. حقا تستحق الأسود هذه المكانة عن جدارة واستحقاق، ولكن مع هذه السمعة المخيفة تعاني الأسود من بعض الدوار الأخرى. تشتعل المعركة مجددا بين فرس النهر الغاضبة وملك المفترسات المرعب، لكن هذه المتنفسين أجبوا قوة يضربتان، وهذه المرة تصادم قادم لا مفر منه. وهنا نتحدث عن وحش آخر لا يقل خطورة عن قوة الأسود، إنها الدبابة البرية التي تمشي على الأرض. يصل وزن هذا الوحش إلى 4000 كيلوغرام. سوف يكون مشهد مروع حين نرى هذه العمالقة وكالوك يتقاتلون. وفي هذا المشهد المرعب ترى قطيعا من فرس النهر في المياه من أجل تخفيف حرارة درجة الشمس الملتهبة. وهنا يغادر فرس النهر قطيع ويبحث عن طعام، ويتفاجأ هنا هذا العملاق بمجموعة من الأسود تقترب منه، ولكن بسبب قوة حجم فرس النهر وفكه المرعب تمكن من إخافة الأسود وتنسحب في هذه المعركة. وهنا مقطع آخر مرعب لملك البرية في مواجهة التمساح القاتل. هنا يسقط فيل من التعب وتنتهي حياته، وتبدأ الأسود في تناول أبقى جاهزة تكفي كل قطيع لمدة يومين، ويبدأ قطيع الأسود في تناول وجبته المجانية بكل شراسة ورحمة. وهنا هذا التمساح القاتل يريد هذه الوجبة أيضا، ولكن من أجل ذلك لا بد من القتال مع الأسود. وهنا يهاجم الأسد التمساح بكل شراسة، ثم يتدخل قطيع من أجل هزيمة ذلك العدو اللدود للأسود. وتستمر المعركة لدقائق في مشاهد مرعبة، وكان الأمر أصبح أسوأ بالنسبة لذلك التمساح، إنه في معركة مع 3 أسود مفترسة، وصعب الفوز في هذا العدد من قطيع الأسود. ويحاول التمساح الهرب من هذه المعركة الشرسة، ولكن قد أصبح الأمر مستحيل، فقطعان الأسود هنا قد حاصرت التمساح من جميع الاتجاهات، وبضربات عديدة من مخالب حادة وأنياب فتاكة تمكن الأسود من قتل هذا المفترس. وهذه هي قوة الأسود الحقيقية في المجموعة تفتك بأي مفترس. ولكن عزيزي المشاهد، ماذا لو تقابل الأسد واحدا ضد تمساح واحد؟ في رأيك من الأقوى؟ اترك لنا تعليق برأيك، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب بهذا المقطع للاستمرار في هذا النوع من المحتوى. أتمنى أن يكون مقطع اليوم نال إعجاب حضراتكم، وألقاكم على خير أحباب برنامج عالم الحيوان الجديد في حلقات متجددة باستمرار.